أخبار اليوم. وأما الرسالة الرابعة فهي إلى المسؤولين عن الرياضة في مصر. هناك مشكلتان كبيرتان يجب أن تهتموا بهما. الأولى وهي مشكلة شباب الأولتراس، وهي ظاهرة انتشرت في بلادنا في الآونة الأخيرة وأصبحت واقعاً مادياً ملموساً، ولكنها تركت لأصحاب المصالح والأغراض، فزرعوا في عقول تلك البراعم الصغيرة من شبابنا الأطهار الأنقياء أفكاراً ومفاهيم مغلوطة وصلت بهم إلى أن الموت واجب في سبيل الحفاظ على زي الرابطة والبنر والتيشيرت الذي يرتديه، بل وإلى الطبلة التي يمسك بها. ولذلك يجب أن تكون هناك نصوص قانونية ومنظومة لها لائحة خاصة يشرف عليها متخصصون وذوي خبرة، وأن توضع نصوصا عقابية لكل من يخالف ذلك القانون.